السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سعيدة بلقياكم مشاهدي قناة شهيوات زينب هاني. نتمنى تكونوا بألف خير إن شاء الله. اليوم في هذا الفيديو غنحضر معكم جوج أشكال من الحلوى بدون فرن اللي نتمنى إلى الإعجاب ديالكم. بالنسبة لهاد الحلوى كنحتاجو فيها مكون أساسي اللي هو الفول السوداني أو الكاوكاو البلدي اللي كنحمروه نقشروه ونطحنوه، يبقى باين شوية يعني ما نطحنوش حتى يعود غبرة، كيبقى شوية حبيبات باينين. عندي البراليني جوج معالق كبار، وعندي الكراميل كذلك جوج معالق كبار باش نجمعو العقدة كاوكاو، وعندي الشوكولا اسود وابيض كويطات والعقيق حسب الذوق، كل واحد يختار اللي كيروق ليه. عندي قريعات باش غنخوي الشوكولاط او نفرغ الشوكولاط اللي غنديرو في الباماغي، وجوج المول ديال السيليكون شكلت ورده وشكلت بيني. دابا ان شاء الله غنبدا اول حاجه غنوضع الشوكولاط ديالي يذوب في الباماغي الابيض وكذلك الاسود. بالنسبة للكاوكاو غنضيف ليه معلقة ديال الكراميل ومعلقة ديال البراليني. هاد المكونين كتلقاهم كيتباعوا اما العبار عند بائع مواد الحلويات او دي بواط، كيتباعوا في دي بواط مسدودين عليهم يعني الكمية اللي بغيتو. الاول كنحرك غير بالمعلقة لان انا درت يدي من الاول راه غتلصق ليا فيها هاد التعليكة ديال البراليني والكراميل. كنحرك حتى ينسجم مع الكاوكاو، عاد كنخدم بيدي. بالنسبه للي بغى يجمع هذه العقده بالعسل يكون شي عسل هكا مارك جيده يعني شي ماركه جيده يكون عنده مذاق زوين يمكن ليه. كنخدمو بيدي باش نشوف القوام ديالو واش بدا يتعلق ولا مازال. مازال باقي ما خاصو مازال نزيدو الكراميل والبراليني لان مازال ما تعلقش ليا مزيان، يعني الا درتو بحال هكا راه ما غيلصقش فوق من الشوكولاط. نعاود هكا نخلط مزيان، نزيد الكراميل. علاش كنزيد بالكميه؟ بالكميه لانني ما خصنيش نلقى العقده تكون واخده اكثر من الحق ديالها تعود سائله بحال هكا في العسل تاني. ما تزيدوش واحد الكميه كثيره من الاول لانه ولو كديروا فوق الشوكولات ديروا في الكويطات كيبقى خارج ليكم سائل من الجناب خصوصا في الحال سخون. كنعاود نخدمه بيدي بالنسبه للبراليني والكراميل كيعطيو واحد لوغو زوين لهاد العقده. صافي العقده ديالنا هي واجده يعني تعلقت بالقوام اللي حنا محتاجينه، غنخليه على جانب. ونجيب لي مول ديال السيليكون، غنبدا بالمول ديال الورده
ديجا الشوكولا درتهم في القريعات، ناخد الشوكولا ابيض وغنبدا ندير في خطوط عشوائية في الطول، غندخلو للتلاجة ضروري يبرد، عاد نزيد شوكولا اسود. من بعد ما برد لي الشوكولات ابيض غنوضع الشوكولات اسود، غير ما تكتروش، يعني معلقه صغيره كافيه باش ما تجيش واحد الطبقه غليظه، كيجي الزوين في الاكل ديالو اذا كانت طبقه غليظه. ننزل واحد شويه هكا نحركو، ناخد معلقه ننزل، صافي دابا قديت. بالنسبه ضروري تحركو باش يمشي لنا الشوكولات مستوى واحد. من بعد ما برد غنبدا نملأ بعقدة كاوكاو، نحاول نضغط عليها اما بيدي اما بمعلقه، خليه واحد شويه الفوق فارغ في هاد لي طرو ديال الورده باش حيت مازال غنضيف ليهم الشوكولات من الفوق. ضغطوا مزيان باش تلصق العقدة مع الشوكولات اللي في الاسفل، تخافوش راه كيكون جامد ديجا ما غيخسرش، يعني غير ضغطوا، حاولوا تضغطوا مزيان يمشي لكم مستوى واحد. كنبقى غادا هكا تنكمل الوريدات ديالي كاملين، يعني نملأ المول كله، وغنبدا نوضع في الشوكولا من الفوق كما كتشوفوا. اللي بغى يدور القرعه هكا من الحواف حتى الوسط، يعني بلا ما يدير المعلقه، لكن غتجي الطبقه شويه غليظه. انا كندير غير شويه هكا وكنديه بالمعلقه باش تجي الطبقه رقيقه. بعد ما كملتو راه دخلتو الثلاجه، دابا غنبدا في المول ديال البينيه، كنبدا نفرغ في الشوكولا ابيض. حاولوا جوج دورات هكا او معلقه كذلك صغيره تحاولوا تدوروها، اللي غيعمر لينا غير الاسفل فقط. ما تكونش طبقه عريضه بزاف، كنبقى غاديه هكا تنملأ المول كله. اي مرحله راني كندخل الثلاجه تيبرد عاد كنكمل باش ندوز المرحله اللي تابعه. هاد الحلوه زوينه ولكن فيها لي زيطاب، يعني نتبعوها ونعطيوها الخاطر، لان الصراحه كتستاهل، كيجي شكل زوين وراقي. نكمل لي بينيه ديالي كاملين، جوج دورات كافين هكا لدرسو هاد القريعات، يعني جوج دورات كافين. كنخبطوها هكا شويه نحركوها وندخلوها للثلاجه كذلك تبرد. من بعد ما برد لينا الشوكولات نفس المرحله اللي درنا الورده، يعني غنبدا نوضع في العقده ديال كاوكاو عفوا، غير ما تكونش كثيره، يعني لازم كنت حطيتو كتر حاولوا تنقصوا، يعني ضغطوا ونقصوا اللي زائد. وبهاد الاصابع اللي عندنا هكا السبابات بجوج كنضغطوا باش يستوي لي السطح في الاعلى يتقاد. نحاول نضغط مزيان لان الشوكولاط ديجا راه برد. كنبقاو غادي هكا تنملؤوا المول كله،
حنا كنضغطوا من بعد كنبدا نوضع الشوكولا من الفوق، يعني الشوكولات ابيض من الفوق، كذلك كنبدا نفرق هكا بالمعلقه باش تجي طبقه رقيقه. الا خرج لكم شي زائد راه من بعد كنحيدوه، اما بالمعلقه محدو سائل اما حتى كتنشف وكنزولوه من الجناب. حنا كنخدمو، حنا ملي كنحركو باش يمشي لينا سطح واحد مقاد في العلو ديالو. بقاو غادي هكا تنكملو المول ديالنا وندخلوه للثلاجة كذلك يبرد. كاين شي زوائد غنحيدوها بالمعلقه هكا تنقيو. من بعد كنبداو من يبرد كنبداو نحيدوه من المول بسهوله، تمشوا الشكل ديالو كيف كيجي، كيجي زوين. باش نكملوا ليه التزيين اللي باقي خاصو، كنقي ولا كانت شي زياده كنحيدوها. دابا ندوز المرحله ديال التزيين ديالو بالشوكولا ابيض وكذلك بالعقيق. غندير الخطوط ثلاثه تقريبا في جنب واحد، ما نحاولش نمشي للجانب الاخر، كنمشي في جانب واحد ثلاثه الخطوط رقاق. حاولوا لكن اللي يعاونكم يعني ديروا هكا بسرعه، الا ما كاينش يعني نديروا بغي بالكميه هكا ثلاثه ونزوق عاد نمشي للاخرين ندير لهم الشوكولاته حيت كيبرد. كنبدا نوضع هكا في العقيق، من بعد كملت تزيين وضعت لهم الكراميل اللي دوبته في الباماغي مع معلقه كبيره ديال الجليكوز باش يجمد. دائما خليو هذه المرحله هي الاخرى تتصبحوا تزيين، لان كيعمر لك يدك، يعني ملي كتوضعي يدك تبغي ديري العقيق من الاحسن الكراميل يبقى في اخر مرحله. كناخذو كويغطاس كنديروا لهم اما نقيطه الشوكولا اما الجليكوز وكنوضعوا فوق منهم الحلوه ديالنا باش تلصق. كنجيب صحن التقديم كنبدا نوضع فيه الحلوه ديالنا هكا في هذا الشكل. كنبقى غاديه بحال هكا، نوضع الجليكوز والكويرطاس وكنوضع الحلوه ديالنا فوق منها باش تلصق لينا حتى نكمل. دابا غنشوف الشكل الثاني اللي وجدت باقي في الثلاجه ديال الورده كما كتشوفوا حتى هو جمد. غتشوفوا الشكل ديالو كيف جا من الداخل، صراحه جات زوينه. غنديرها هي في الكويرطات. كذلك الجليكوز الكويرطات وكنحط الحلوه ديالنا هكا. درت جوج كويرطات عفوا. كنبقى غاديه هكا تنكمل الكميه
حاولوا ملي تبداو تحيدوا دفعوه من اسفل المول، طلعوا الشكل ديال الورده الفوق وجبدوها، راه كتجبد بسهوله. غير الطبقه ديال الشوكولاته ما تحاولوش ديروها غليظه. بالنسبه للكراميل اللي بغى يديرو هكا مع الجليكوز مزيان، واللي باغي هكا يدير مثلا شوكولات اسود الوسط او شي كلاصاج ديال سيترون ولا على حسب الذوق. انا درت الكراميل اللي دوبته في الباما غير كما قلت لكم مع الجليكوز، وملأت بيه في اخر مرحله قبل ما نديرو في الكويطات. ما كيجيش فيها الخسران هاد الحلوى، هي بديل ديال الحلوى الرخامه للاغلبيه كيتشكى من التكسار ديالها. هذه ناجحه لكم 100%، لان نفس المكونات ديال حلوى الرخامه. بشكل راقي وسهل ولو فيه المراحل، ولكن يستاهل صراحة. بالنسبة لهاد نصف كيلو كاوكاو اللي استعملت، راه يقدر يخرج لكان شكل واحد فوق 100 حبة. إلا كان جوج أشكال كما درت يخرج ما بين 50 60 حبة في الشكل، في كل شكل يعني البيني والوردة. بالنسبة لكان شي مناسبة يعني كيلو كاوكاو راه يخرج لكم نوع واحد كافي. غديروا الطبقه ديال الشوكولات كما كنقول وكنكرر، تكون رقيقه ما تكونش غليظه. كنبقى هكا تنكمل الصحن ديالي كله. نكمل الصحن باش نقدمه ان شاء الله تشوفوا اخر عرض كيف جا. نتمنى تجربوه لان الصراحه يستاهل، وتعتمدوا عليه هكا في مناسباتكم. ونتمنى انكم تبارطاجيوه هذا الفيديو مع الاصدقاء والاهل وتجربوه، لأنه سهل وشكل راقي ومكونات بساط وفرجة ممتعة. ونتمنى أن نتلاقى بكم في فيديو جديد إن شاء الله تكونوا في أحسن حال، وإلى فيديو قادم. وإلى عجبكم ما تبخلوش عليا بلي لايك وبالاشتراك في القناة، لأن صراحة انتم اللي كتشجعوني باش نجيب ان شاء الله احسن الوصفات. والى اللقاء في فيديو جديد بحول الله، والسلام عليكم.